نحييكم دائما بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. هنا من أرضية ميدان ضو، حيث ننقل على حضراتكم انطلاقة هذا المركب الصيفي دعما واهتماما. هناك من أصحاب السمو الشيوخ لهذه الرياضة العربية الأصيلة، وكما تعلمون ونحن دائما نعلم بأن هذه الانطلاقات تأتي بالتوجيهات السامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وأبقاه، وتوجيهات أخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وباهتمام دائما لهذه الرياضة العربية الأصيلة من المقام السامي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. شوطنا الأول شوط الإبكار، شوط هذا الميدان الجميل. هناك أعداد وأسامي شعارات حاضرة من شتى ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة لكي تشارك هنا في هذا اليوم الجميل في انطلاقات سن الفطمان. 1500 متر، هناك 12 شوطا بانطلاقة المشتركات، 10 أشواط واثنين يبقى للصعوب. أيها الإخوة شكرا هناك لنادي دبي لسباقات اللجنة العربية الأصيلة، شكرا لجميع اللجان ما شاء الله التي تعمل في هذا الميدان، في هذا المكان، في هذه الانطلاقة، في هذه البروفة التي تسبق الكثير والكثير هناك من هذه الانطلاقات. الله، يا الشوط الأول يا عرب غير حساس، يا أهل الهيل حساس، نتمنى هناك دائما بهذه المفاجآت التي تطل علينا. هناك من هذه الأسامي الحاضرة والناظرة، أشوف اللي في المركز الأول، اللي في المركز الأول هناك عيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري النقل على المركز الثاني، اللي في المركز الثاني ولا الأول هناك رسيف بن محمد بن خلفان الغويص النقل على المركز الثاني. الله يا الشاهينية، سلطان بن سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم انتقل وياكم إلى المركز الثالث. هناك من الجانب الآخر من الملوح محمد بن علي بن محمد بن سيب بن حسين العليلي، وفي المركز الرابع هناك من الجانب الآخر ندى عيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري. الله يا إبراهيم، إبراهيم إبراهيم ينطلق إلى المركز الأول، ينطلق إلى المركز الأول، بسم الله ما شاء الله. سلطان بن سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم هناك ثمينة في المركز الثاني، لمحمد بن سيب بن محمد بن خلفان لغويص النقل على ندى التي تلبي النداية الخاطري، التي تلبي نداها للسوان على المركز الثالث. عيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري المركز الرابع، محمد بن علي بن سيب بن حسين، ولكن خلني عند المدلل الصغير، خلني عند المدلل الصغير، خلني عند رجل المفاجآت. الله يا سلطان، يا سلطان، يا سلطان، وصلت ثمينة، وصلت ندى من الجانب الآخر الخاطري، عيسى بن فارس محمد بن سعيد الخاطري، الخاطري، الخاطري. الله يطيب خاطركم، الله يطيب خواطركم يا أهل السوان، يا أهل راس الخيمة، يا أهل المفاجآت، يا أهل القمة، يا أهل العوايد، يا أهل الإنجازات. الخاطري ملكا لهذا الشوط، عيسى بن فارس محمد بن سعيد الخاطري، والسلام، سلام راس الخيمة، سلام. ثمينة في المركز الثاني محمد بن سيب محمد بن خلفان الغويس، المركز الثالث سلطان بن سعيد محمد بن أحمد إبراهيم، المركز الرابع حمد بن علي بن عبيد بن رشيد الشتبي، وخامس المراكز أيها الإخوة حمد بن علي بن عبيد بن رشيد الشتبي. التوقيت دقيقتين 13 ثانية 14 جزء من الثانية. سلام عليك، سلام عليك يا الخاطري، أسعد الله صباحك، أسعد الله نداك. هنا مع ندى أيها الإخوة عيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري، وسلام عليكم من ميدان ضو هناك إلى أهالي راس الخيمة على هذا الأداء، على هذه البروفة الجميلة التي تسبق الكثير والكثير من المفاجآت في هذا العصر الجميل. تعانينا والناموس.